الله يرحمك. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. اهلا بيك يا استاذ طارق. اهلا اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك. يعني ومن عندي طبعا الصحافه والاعلام وانا سمعت في الاول بالبدايه، فعلا انت يعني قلت تفاصيل عديده بكلماتك بترسم ملامح وروح ونبره وحق وكاريزما الاستاذ مفيد فوزي. هو كان صاحب فعلا تفاصيل خاصه جدا في كل حاجه، يعني شخصيه كده فيها في الصوت مختلف، في التقطيع الموسيقي للكلمات مختلف، في طريقته في الكتابه مختلف. هو يعني مفيد فوزي لم يكن يشبه سوى مفيد فوزي، صح؟ يعني ملوش بديل ولا له حد يقدر يبقى شبهه. هو حتى لما بدا الصحافه طبعا انت فضلت وقلت كان مع جيل عمالقه كبار، صحيح؟ كبار يعني بحجم الاستاذ احسان عبد القدوس، الاستاذ بهاء الدين، الاستاذ محمود السعداني، كل واستاذ صلاح حافظ، والاستاذ لويس جريس، واستاذ لويس جريس طبعا، والاستاذ ابو العينين، الاستاذ حسن فؤاد طبعا. وبدات بقى المسيره. كان جيل عظيم. طب استاذ طارق، حضرتك من ابناء نفس ذات المؤسسه روزا اليوسف العظيمه، واللي يراها اولاد روزا اليوسف انها ابرز واعلى واعظم المدارس الصحفيه المصريه، وده حال كل المدارس. يعني هتلاقي الاهرام كده، الهلال كده، الاخبار كده، كل واحد يرى مدرسته هي الاكبر والابرز. لكن شفت الاستاذ مفيد داخل اروقه روزا اليوسف، ايه هي الملامح التي يتذكرها الاستاذ طارق الشناوي عن الاستاذ مفيد؟ المواقف بتاعه الاستاذ مفيد، طريقه الاستاذ مفيد. انا هقول لك، انا طبعا اول ما بدات في روزا، وكنا في الدور الخامس، وصباح الخير في الدور السابع. طبعا كان كل الاسماء الكبيره موجوده وبتكتب، لكن كان في اسم مفيد فوزي دايما كان بيكتب هو ما بين سماعي ونادي عابد. ونادي عابد، نادي عابد كان في الصفحه الاخيره. وطبعا كل الناس كانت متصوره انها امراه، يعني فكان بيكتب بحس امراه في الصفحه الاخيره في صباح الخير. يعني اولا كاتب يكتب بابين مقروئين بالقوه دي في حد ذاتها يعني تعتبر من الحالات القليله جدا، ثم ان ينتحل شخصيه امراه ويعبر عن مشاعر وتفاصيل امراه. دول كانوا الحقيقه بابين مهمين. انا كنت مبهور بانه مفيد فوزي نجم بين نجوم. يعني انت تتوقع ان النجوميه لما تكون في وسط النجوم اصعب طبعا، فهو كان نجما مضيئا مع نجوم مضيئه، لكن هو كان عنده حاله كده خاصه تجعلك تتوقف عنده كل شويه، تتوقف عند كتاباته وعند مواقفه تختلف. وانت اشرت لفكره الخلاف، صحيح؟ كثيرا ما اختلفت مع الاستاذ مفيد في كثير من المواقف الفنيه. هو ينحاز لنجم، الاقي نفسي يعني ممكن ابقى على في النجم اخر تنتقد، شايفه اولى بالانحياز مثلا لموقف لحكايه. ورغم ذلك، رغم الاختلاف ده، كان له سحره الخاص وله منطقه، وكان بيتحمل الحال الاستاذ مفيد مساحه الخلاف، ما كانش عنده مشكله ان تختلف، كان يتحملها ويتحمل النقاش جدا. وانت اتكلمت عن فعلا فتره، يعني لما كان بيعد في الاذاعه كذات الشرق الاوسط، يمكن وانت قلت عليها فعلا ان ذات الشرق الاوسط بدا سنه 60 اذاعه مشاربه جدا، فكان هو زعيم المشاربين. وانا اتذكر انه مثلا مع مدام سناء منصور من حاجه اسمها اوافق امتنع، ايوه كويس، ففي عز ام كلثوم، في عز كلثوم يروح بدي سؤال للدكتور يوسف ادريس، والدكتور يوسف ادريس ما عندوش يعني ايه حسابات اخرى خالص، فيقول له ام كلثوم بتمنع تدخين السجاير في الحفله، فتروح حفله ام كلثوم ولا تدخن سيجاره؟ فيوسف ادريس يقول له لا ادخن طبعا سيجاره. تخيل انت بقى غضب ام كلثوم. يوه ام كلثوم هو سؤال ساخن جدا، لدرجه ان هي
طلبت منع اغانيها من الشرق الاوسط، تعقب للشرق الاوسط. ايوه، وهو اصلا يعني هو كان الله يرحمه عنده راي يقول، لكن عقب الشرق الاوسط فتره لغايه ما صلحوها. وقالت لي مدام امال فهمي انها اذاعت رقع فيها الدمع شيمتك الصبر، او وافقت امال فهمي في الاخر على الصلح. بس شوف قد ايه كانوا بيفكروا ازاي يعملوا يعني برامج ساخنه صحيح وقويه، وكان مفيد، عنده قدره على التقاط الشخصيه اللي ممكن تسير كل هذه السخونه. مدام بقى ساميه صادق بالمناسبه هي اللي فتحت له باب التلفزيون، هي اللي اكتشفته تلفزيونيا، هي اللي طلبت منه ان هو دايما كان بيعد بيعد مع كل العمالقه الكبار، صحيح، مع كل اسماء ليلى رستم وغيره. لا ربنا يديها العمر والصحه مدام ليلى رستم، قيمه وقامه كبيره جدا طبعا، كويس، وغيرهم من الاسماء كان هو بيعد البرامج دي. لكن ساميه صادق بذكاء شافت انه طب ليه ما يقدمش؟ يعني وشافت ان هو لما هيقدم حاجه مختلفه وقويه، وفي نفس الوقت وجود مذيع مع المعد يمكن يقل لما يكون كمان المعد زي مفيد فوزي، فمش هيوصل لاداء مفيد، هتنزل درجه شويه. فقالت لا طب ما خلينا على طول يبقى مفيد مباشره. فمن هنا بدات رحلته تحديث المدينه بتعضيد من مدام سامية صادق الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. واستمرت بقى يعني فعلا زي ما انت قلت، كان اكثر برنامج يتابعه المصريون جميعا. يعني كنا قبل عصر الفضائيات، فتقريبا كان هو المصدر بتاعنا كلنا، كل القضايا الساخنه. صحيح صحيح. الله يرحمه الله يرحمه. يعني طبعا استاذ مفيد فوزي كتب في كل في عديد من الصحف، كتب في المصري اليوم، في الاهرام، في الاخبار، يعني كان ينتقل والصحف تبحث عنه، بس فضل حريص على ان يظل يكتب في صباح الخير. وايضا في عهد احمد الطهري كتب ايضا فروزة، بس شوف قد ايه كان البيت اللي طلع منه فضل يكتب حتى اللحظه الاخيره. هو كانت احساسه طول الوقت بالانتماء والولاء للمؤسسه وللرفاق. يعني كانت استاذه ناديه كمال هي مخرج اغلب الحلقات بتاعه حديث المدينه، ولما توفت تاثر الاستاذ مفيد تاثر بالغ، يعني اصابه فعلا حزن واسى شديد نتيجه وفاه الاستاذه ناديه كمال الله يرحمها. فما بالنا عندما توفت رفيقة العمر زوجته، يعني الله يرحمها، فأستاذ أمال العمدة. فهنا تشوف أنه هو تركيبته على عكس ما قد نأخذه من انطباعات، هو رجل كان بتملأه العاطفة طول الوقت. ده صحيح. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة في تركيبة الأستاذ مفيد، هو شخصية لأنه كاريزماتيك قوي، فتلاقي من يقترب منه إذا لم يكن قادر على أن يحتفظ بشخصيته سيذوب شخصية مفيد. يعني في كتاب مش هقول أسماء، هم اللي يقولوا لو حبوا بيكتبوا بطريقة مفيد. من فرط التأثر على التأثير، فأصبحوا كمان جواهم تفاصيله وحروفه وعهده، وده اتكلمنا فيه أنا وهو الحقيقة يمكن من عدة أشهر. قلت له احنا يا استاذ مفيد مقصرين صحفيين، انا بعتبر نفسي مقصر قوي، ما حللناش الكتابات. وقلت له زي كتاباتك، يعني لازم الواحد لازم يقعد ويحلل كيف يكتب مفيد، كيف يكتب احمد لجب، كيف يكتب مصطفى امين، صح؟ يعني فهو راقت له وزيز. قلت له احنا عملنا كتب عن المخرجين وعن الممثلين، لكن ما عملناش كتب عن تخصصنا احنا، عن الكتاب الصحفيين، لان في كتاب لهم ستايل زي مفيد، بهاء الدين، انيس منصور، احمد رجب، محمود السعداني، كل دول يستحقوا ان احنا يعني نعمل توصيف وتحليل لمفرداتهم وايقاعهم الموسيقي. الاستاذ مفيد فوزي كتاباته كمان عنده ايقاع موسيقي لازم يقتحمك، وسكتاته في لحظه
ازاي يرسب في حته وازاي يكثف العباره في منطق اخر وهكذا. طول الوقت هو فعلا كان مختلف. يمكن حتى زميلي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس قال لي بس في رسائل كتير عن الاستاذ هيكل، وان كانت الكتابات دايما كانت كتابات اكاديميه استاذ طارق، يعني تحليل الكتاب المصريين والصحفيين المصريين كان تحليلا اكاديميا داخل اروقه الجامعات. اللي احنا فعلا محتاجينه انه كتابنا يكتبوا عن الجيل السابق ويكتبوا ملاحظاتهم. انا بص، انا بقول ان ده تقصير مننا ومني انا شخصيا، ان احنا محل يعني انا بستغرب لغايه اللحظه دي لما ما حللناش. يعني ليه حللنا الافلام؟ يعني عملنا كتب عن يوسف شاهين طبعا، عن صلاح ابو سيف صحيح، عن عز الدين ذو الفقار ودين الصح قطعه، ولا في النوعيه دي من الكتب قطعا يستحق كل هؤلاء، ولكن اين طاقتنا بقى؟ وده الحقيقه خطا. احنا ليه ما فكرناش نعمل كتب عن هؤلاء الكتاب الكبار؟ لان انت لما تيجي تحلل مثلا مقال للاستاذ مفيد، شوف يبدا المقال منين والتتابع واختياره العنوان والفقرات، لازم ده بيحتاج انك تبقى انت كسلسل اساس ممارس للمهنة وتحس بتفاصيلها الجماليه. يعني انا مش يعني انا وغيري قطعا في عشرات واحسن مني بيعملوا ده، بس احنا ما عملناش ده لغايه تحليل مقالاته. بس كان في حوار بين مفيد كان من اقل في سنه وكان حوار حتى كان احدى القنوات الفضائيه، يعني كان مسجل. فانا بعتبر ان ده وعد، يعني انا باخده على عاتقي ان انا حلو اقعد شويه كده وابتدي افكر كيف نكتب عن هؤلاء الكبار، كيف نحلل مقالتهم. صحيح، يا ريت. نحن في الانتظار يا استاذ طارق، وده هيبقى بالنسبه لنا جميعا شيء رائع، واظن بالنسبه للكل يثري المكتبه يعني العربيه، وده حاجه مهمه قوي جدا خالص. اشكرك جدا كاتبنا الصحفي وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي.